السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح حتة بتاعة الكود دوت اللي هو الدي ماين. الدي ماين ده باللون الأزرق يعني ثابت، وهنا كل ما هو أسود أرضك ثوابت، إنما دوت أحمر متغير حسب نوع اسم الحقل اللي عندك، وهنا التيبل متغير حسب اسم التيبل اللي عندك. بمعنى احنا دلوقتي هنا هنعمل جدول خالص جديد، هنا ده اسم الحقل، ده احنا فتحنا جدول جديد هو تيبل واحد. تيبل واحد هنا عملناها اسم كده، خد ايه اسم فيلد 1 اهي، خد اسم فيلد 1، كتبنا هنا مجموعة ارقام 10 50 58، يعني مجموعة ارقام تقدر تكتبها 3. هنا الاسم الثاني، الاسم الثاني وهو الـ 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 الاسم الثاني، الفيلد الثاني هو مجموعة اسماء، يعني مثلا هنكتب محاضرة فيها جنسيات ناس حضروا هذا الاجتماع، منهم 10 جنسيات مصري، تمام. هنا 50 سعودي، هنا 58 اماراتي، هنا 75 مغربي، 55 جزائري، تمام كده. 78 مثلا ايه عراقي، 88 سوري، و3 فقط مثلا لبناني، خليها سوداني. احنا عايزين نستخدم الدي ماين. الدي ماين هيفيدنا في ايه؟ الدي ماين هيفيدنا ان احنا نقدر نجيب رقم. ايه هو الرقم ده؟ الرقم دوت يبين لنا من اقل الناس اللي حضروا الاجتماع، اقل الناس اللي حضرت الاجتماع، تمام كده. يبقى أقل الحاضرين من الجنسيات، أقل الحاضرين من الجنسيات. أقل الحاضرين من الجنسيات عايزينها باستعلام وبنسيفها فورم. يعني انا عايز اشوف هنا اقل الناس اللي حضرت من الجنسيات ديت في فورم، يظهر على شكل فورم اللي هو الشكل ده. طيب يبقى احنا هنا هنطبق القانون ده مع اللي احنا هنغير شوية من الحاجات الحمراء، وقلنا هنخش هنا عند فورم واحد، هنخش على الديزاين نفسه وهنقف هنا بتساوي الكود دي ماين. الدي ماين طيب فين بقى اللي احنا قلنا ان احنا هنغيره؟ الاف والتي. الاف ده اللي هو الفيلد الموجود داخل العمود، الفيلد اهو اللي اقوله حرف اف، فيلد. يبقى هنا فيلد 1 داخل تيبل 1، فين التيبل اهو، يبقى تيبل وان بس. يبقى هنا اقل الحاضرين من الجنسيات 10، لا حاسب المفروض اقل ناس حاضرة المفروض 3 مش 10. طب هو مش معنى قبل 10؟ طب لو عملنا دي 5 كده هنشوف اهو 3. طب هو ليه كان جايب لي 10؟ طيب هنكتب هنا 80 جاي من تشاد،
التشادي، هل رقم 80 ده اقل من الحاضرين؟ خش نفتح البرنامج عشان يتقفل منه، هنحاول بقى نجيبها. طيب هو ده، احنا كتبنا هنا تشاد، هل هيجيب التشاد ده هيجيب رقم 80؟ الاجابه لا، ما زال الثلاثه. طب احنا عايزين بقى نكبر الثلاثه دي شويه عشان نشوف، خلاف النص ونتقل ونكبر سنه، تمام. وعايزين اللي هي ما ينفعش نعدل عليها، بتبقى هنا اللي هو انيبل وتحت شغاله يس كده، ما زال جاب لي ثلاثه. نفترض بقى في اتنين جم، اتنين فقط من ليبيا، هل هيظهر رقم اتنين؟ المفروض يظهر. ها هيفتح كده، جاب لي الاتنين، جاب لي اتنين. هل عايز تربط الدي ماين مع الدي لوكاب؟ المانع. يعني ايه بقى دي لوكاب ودي ماين؟ احنا قلنا ان دي ماين خلاص بيجيب لك اقل قيمه. مين هو الاثنين اللي جم من الجنسيات دول؟ اعرف منين؟ هو جاب لي اثنين بس، ينفع اقدر تجيب لي مين هم الجنسيات دي؟ يعني ممكن تجيب لي الحقل الثاني اللي هو ده فيلد اثنين علشان اقدر اعرف مين هم اقل الجنسيات حضروا هذا الاجتماع؟ بس احنا هنضطر نعمل معادله غير دي ماين، هنضطر نعمل المساعد بتاعه. لكن هو الحلقه النهارده دي ماين، حلقه الستة دي ماين، انما في مساعدين ليه؟ في مساعدين للرؤيه التوضيحي الاكتر، الرؤيه التوضيحي الاكتر. هنخش هنا هنستخدم الكود، نفس الكود بس هنا دي لوك اب، دي لوك اب. هنيجي هنا اهو نفس الكلام ده بس هنا دي لوك اب، دي لوك اب. تعالى بقى يا سيدي ناخد الكلام ده نسخ وهنضيفه في الجدول الثاني. هناخد بس ايه علامه اللي هو العلامه اللي هو الفرشه دي ونستخدمها في الثانيه عشان خاطر تبقى ايه زيها بالظبط يعني. وهنستخدم بتساوي، بس لازم كلمة يساوي، لازم كلمة يساوي. طب يساوي دي لوك اب، انا كده هشوف ايه يا فندم؟ هنشوف فيلد اللي هو الاف ده، هو هل اسمه اف عندك؟ لا، اسمه فيلد اتنين. طب لو عملت فيلد واحد هتعمل دبلره تكرار تاني نفس القيمة، هتبقى هنا تحت فوق تلاتة وتحت تلاتة. يبقى الحل ايه؟ يبقى الحل ان احنا نكتب الحقل الثاني اهو، يبقى كنترول سي. يبقى هنا هنخش هنشيل اف ديت ونضيف ايه فيلد 2 كده، هيشوف الفيلد 2 كده مش هتشتغل. ليه؟ لان هنا الجدول مش اسمه تي، اسمه تيبل 1 اهو. لازم يبقى احنا كده هناخد تيبل 1 هي عشان الكلام ده تيبل 1 خلاص كده. يبقى احنا كده هيبان مين هم اقل الجنسيات حضر الاجتماع اهو. حضر الاجتماع اتنين مصري، لا مش اتنين مصري ابدا ابدا، لا يمكن تكون اتنين مصري، مصري خمسه. ليه اللي حصل؟ ايه الكارثه دي؟ مش احنا اتفقنا ان دي ماين اقل شخص، فيلت اتنين. ليه بقى؟ لان احنا كده حصل مشكلة. ايه هي المشكلة؟ بص يا سيدي، دي ماين اللي فوق ودي لوك اب اللي تحت، هو ملوش دعوة. دي ماين جاب لك اقل قيمة في الجدول ده، في الحقل ده. دي لوك اب بيقول لي شوف لي أول حقل جاب لي مصري، يبقى أصبح النتيجة إكس غلط. إمتى أربط
بين الاثنين؟ ما هو الحل؟ ربط ما بين دي ماين ودي لوك اب عشان دي النتيجه صحيحه. ما هو الحل؟ اللي احنا هنعمل تصفيه. ايه هي التصفيه دي؟ اللي احنا هنستخدم الكويري ديزاين ونجيب الجدول واحد، هنقول انزل وانت انزل، يبقى احنا كده ايه خدنا الاثنين دول العدد الحاضرين وجنسياتهم. هنسيف هنسيف بكويري 1. هنربط عدد الحاضرين بهذا الرقم، يعني هنا واخد فورم واحد واسم الحقل او اسم التكست تكست صفر. هنا بقى في الكويري ده هنعمل فلتر ونقول له والنبي شوف لي ما تشوف لي، يعني شوف لي الرقم المكتوب داخل فورم واحد تكس صفر هاتهولي. كده جاب كده عمل تصفيه. بمعنى ايه بقى؟ اهو كده جاب لي رقم اتنين. لما افتح هنا الكويري جاب لي اتنين قصاده مين؟ ليبيا. يبقى دي اللقب ده يشوف لي الكلام اللي اتكتب هنا، ما يشوفليش الفورم تيبل، ما يشوفليش التيبل. يبقى احنا هنعدل هنعدل، هنخليها دي لوكاب زي ما هي وفيلد 2 زي ما هي، لان احنا ما عدلناش عليها، ما عدلناش في الكلمه دي، تمام كده. وهنا هنيجي هنا بدل من تيبل واحد هتبقى كويري واحد، كويري واحد. بس كده يبقى كده النتيجة تطلع صحيحة. أقل الحاضرين في الجنسيات اتنين من هما ليبي. بس تعال هنضيف 150 واحد أمريكي، هل هيتأثر بهذا التقرير؟ لا طبعا، ما زال التقرير نادي منين نخلص من حاجة جاب لنا حاجة، هو ده أقل الحاضرين برضه، هو في حاجة هنا مشكلة. 150 هنعمل كده، احنا قلنا هنا دي ماين يعني اقل حاجة، اقل حاجة دي ماين. ما هو الرقم الكبير اللي جابه ده؟ ده جاب اعلى قيمة. هندي جاي نشوف تاني كده. طب 150 ده يعني هو بيجيب هو شكله كده بيجيب اخر حاجه، شكله بيجيب اخر حاجه، احنا عايزين نجيب اقل حاجه. هو ممكن دي ماين ده يقصد ان اخر حاجه اتكتبت، ممكن تكون يقصد بيها دي حاجه. والدليل دلوقتي ان احنا هنعمل تجربه كده ونشوف. 33 عايزين دولة بسرعة، جنوب افريقيا، جنوب افريقيا ورينا كده. ما جابليش ال 33 جنوب افريقيا، ما جابليش، جابلي ثبت لي على امريكا، على 150 الامريكي دول. واحنا قلنا بكده ان ذا كود اللي هو دي ماين يعني ده اقل حاجة في جدول واحد في فيلد واحد في تيبل واحد، المفروض ده اقل واحد والماكس هو الاعلى. ما هو السر اللي هو بيجيب لي رقم 150 ده؟ انا مش عارف، بس احنا هنحاول اللي احنا هنعمل زرار كده ونقول له الكويري حدث لي من لأي حاجة. هنا تحديث، هنشوف كده تحديث ونجرب. حدث لي اي حاجه اتكتبت هنا حدثها لي، اللي هو التكست صفر دوت. يبقى هنا هنعمل
مي دوت مي دوت تكس صفر دوت ريكويل. لا دوت ريكويل بقى كده دوت ريكويل يا عم ريكويل ريكويل. حدث حدث لي كده وشوف كده او ايه اعمل لي ريفريش كده وشوف الدنيا فيها ايه. حدث بقى كده مصر على 150. طب ايه الحل بقى في القصه دي كلها؟ انا كده عشان اعمل لك اقل الحاضرين ويظهر لي في تقدير في دي ماين مش عارف ليه عمل كده. طب احنا نحلها طب ازاي؟ انا عايز احلها انا كشخص عايز احل هذه المشكله. حلها بسيط، انت تعمل كده اهو، سيبك بقى من التصفيه ومش تصفيه، هنشيل التصفيه دي من هنا لما نشيل التصفيه كده نشوف هيعمل ايه، هنشوف كده هيعمل ايه. هل الرقم هيتغير 150 برضه سيبك منه. هنا التصفيه هنعمل هنا تصاعدي او تنازلي، ده هيجيب لك الرقم الاول. لا استنى بقى، في حاجه هنا، في حاجه هنا كبيره، نقطه كبيره قوي ومهمه جدا، وهو ده ممكن السبب الرئيسي اللي عطل الدماين. تعالى بقى نقول لك يا سيدي ايه اللي عطل الماين، احتمال كبير جدا هو اللي عطل الماين. بص يا سيدي، هنيجي هنا عند الجدول هنخش على الديزاين، لازم ده يبقى نمبر، هو ده اللي احتمال يكون عامل المشكله. هل عدى لها نمبر؟ تمام عدى لها نمبر. نرجع بقى نعمل التصفيه تاني، فيلد 1 كويس ان احنا بنخطأ عشان نتعلم مش مشكله مش عيب. هل نخش كده هنعمل تصفيه ونرجع تاني هنعمل ايه اللي هو التصفيه بتاعتنا اللي احنا لغيناها ونشوف. احنا المفروض اقل واحد 2 ليبي بس، اقل ناس حضرت 2 ليبيا بس، 2 ليبيا خلاص. نطلع ونخش مره اخرى 2 ليبيا زي ما هم. طب نرجع بقى نكتب هنا من السويد حضر 20 واحد، هل هيتأثر؟ لا يتأثر. طيب حصل بقى ان في واحد شخص فقط جه من عمان، ونقفل التقرير ونعمل التحديث، جاب لي واحد وجاب لي عمان، يبقى هو اقل واحد اقل الحاضرين من الجنسيات عمان. يبقى دي ماين علشان ينجح، دي ماين عشان ينجح لازم يكون الفيلد ده رقم، لازم يكون رقم. تمام كده، والتيبل ده كتب صح. علشان تعمل مساعده مع دي لوكب يبقى لازم تحطهم الاثنين كده اهو في جدول استعلامي، وتعمل اللي هو الحركه اللي احنا قلنا عليها، اللي احنا هنعمل هنا عنوان ياخد العنوان ده ياخده من الفورم اللي هيتكتب هنا، الفورم اللي هيتكتب هنا، ده المقصود بالدي ماي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.